سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي ما شاء الله يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي يا سيدي. السلام عليكم أيها الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد سهم الله المسدد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي ومولاي بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وإليكم أيها الحفل البهيج بمناسبة مولد منقذ البشرية من الضلال وإمام الهدى وشفيع الأمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومولد حفيده عميد جامعة الموالين الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. شمس أشرقت على الدنيا بما فيها وانتشرت في الأملاك تحويها، منبعها خير البرية هاديها، والمرتضى خير الورى حاميها، وبالزهراء نشأتها وساريها، وبالصبطين مسندها وواليها، وبالآل من نسل الحسين تواليها، صالح بعد صالح بالنور يرويها، فأضحت شمس ليس هناك ما يدانيها، وبنورها لظلم الخلائق تمحيها، يا سيدي أنت الشمس وحاويها، وبنور وجهك للقلوب تهديها، وبنور وجهك للقلوب تهديها، صلوا على محمد وآل محمد. والآن مع أولى فقرات حفلنا البهيج ومع الشعر والشعراء مع شاعر أهل البيت حسين العندليب، نستقبلهم مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خليقته وصفوته من بريته المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ثم السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأيام المباركة والمناسبات العطرة بذكرى فرحة الزهراء بهلاك الطواغيت وتتويج الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وميلاد منقذ البشرية سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا رسول الله وإمامنا وأستاذ جامعة مذهبنا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى بجاههم أن يتقبل أعمالنا ويدخلنا في كل خير أدخل فيه محمدا وآل محمد، ويخرجنا من كل سوء أخرج منه محمدا وآل محمد بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. إلى متى جافي والنوى
والتجاهل إلى ما التجافي والنوى والتجاهل وأين طوت عنا البدور الرواحل جفوتم أعزاء أذلاء هجركم على بدن المسرى وظلت هزائل تدير عيونا حيثما دور النوى ضعينة قوم منهم النأي قاتل خيار بني حي المحامد والندى وأرفع من أدناهم لا يطاول كأنهم بين السقاية والقرى بحار عطاء والبرايا جداول بهم تفخر البطحى على مزن السماء فهم حيث عد الأكرمون الأوائل مثال على الرحمن نهيا وإمرة وليس لهم عما أرادوه خانزل بكن فيكون الله يرفع شأنهم وقد يرفع المفعول إن شاء فاعل هم الأفرع الأزكى من السدرة التي على قاب قوسي ربها تتمايل بهم قل تعالوا جاء في الذكر نصها وفي هل أتى عنهم توارد نائل أفاضل عدنان وصفوة هاشم وما لسوى الاثنين حق التفاضل حماة متى حل الطريد جوارهم فلا هو مسؤول ولا هو سائل تساموا إلى اللا حد حتى تقاصرت عقول الملا والمجد في ذاك حائل يحار بهم كنها ذو العقل والحجى وهل غر من نقص لذي الجهل كامل عليهم صلاة الله تعداد ذكره وإحصاء قرآن به لا يجادل محمد الهادي البشير أبوهم وسنته منهم لنا تتناقل محمد الهادي البشير أبوهم وسنته منهم لنا تتناقل هو المصطفى من قبل تكوين آدم من الله دون الخلق لما تساهلوا له حيث قال الله للملك اسجدوا لآدم في صلصاله فتجادلوا وما مثله يرجى ولا كان مثله من الأنبياء الطهر من ذا يشاكل وإن ذكرتك الكل منهم خصاله فحسن ختام الشيخ فيه التكامل وإن ذكرتك الكل منهم خصاله فمسك ختام الشيخ فيه التكامل وإن زمر شتى عليهم تكالبت وقامت بثارات الجدود القبائل فليس يغيظ المرء إلا تخلف ولا يحسد السباق إلا الخواذل لقد محصوا في الابتلاء فتآلفت على حبهم أسيافه والمخايل فهم سادة السادات نسلا ونسبة ومنزلة إن يطمعن التطاول رقيتم بهامات الثريا ونلتم الذي لم تنل حتى استحال التقابل بنسبة خير العالمين محمد صلوا عليه وآله
بنسبة خير العالمين محمد لكم تفخر الدنيا بكم وتشاغلوا ونحن ببعض قد تشاغل بعضنا وحول شتات ثقلنا متثاقلوا فليس لنا من قولنا غير منكر وليس لنا بالفعل إلا الرذائل وأكثر من ينمى له العدل جائر وأغلب من يعزى إلى العلم جاهل عمائمنا للهدي أصل ضلالنا وكل على كل غدا يتحامل فقدنا على نهج الشريعة غيرة ورحنا على دنيا الهوى نتصاول فمن بيننا كم ذا عصيت مشكك على المثل العليا لنا يتطاول وكم قائل بالشرك زكي واصل وكم قائد للأتقيا وهو قاتل تناقضت العلات فينا وأثقلت بما زيف الغاوون منا الكواهل فيا عارجا منا إلى عرش ربه كأن له بسط السماء خلاخل ويا طائف السبع الشداد توسعت له فجوة العليا وجبريل ناقل دنا فتدلى راكبا لبراقه وفي كفه كون المكون راجل لأنت الذي أسرى به الله قبل ذا إلى المسجد الأقصى وما كان خازل وأوحى إليه كل علم وخصه حبيبا ففي برديه نعم الشمائل أتيتك مهموما على الدين نادبا أبثك ما تطوى عليه المفاصل وأنبيك عما منه حذرت سيدي يا رسول الله وأنبيك عما منه حذرت في الورى فذي البدع استشرت بنا والقلاقل وباسمك أفاكون سادوا ودمروا وقد حكمتهم في البلاد الجحافل وإنا لنرجو أن يعجل أمر من سيملأها قسطا وما هو آجل وينشر فيها دينك القيم الذي يقوم على الأرماح وهي ذوابل لك الشرعة السمحاء أصل ومنهج وفيها لكل الموبقات بدائل وإني على الحبين دينا ومرسلا وفي الناس ثاو في الغواية غافل فقل للذي يلحى وصالي خلتي ألا إن وصل الله هذا التخالل فما العمر دون الحب إن عاشه الفتى وحقك إلا الغصن تذوي الهوائل تفطن لأمر الدهر واطمح إلى غد سعيد فإن اليوم لا ريب زائل وليس الهوى مرتاب في الوصل ربه ولكن متى بات اليقين التواصل صبابة عشقي جرعتني مآسيا ونجم سعودي في سما الدهر آفل فإن كان ذنبي حب آل محمد فما أنا عن مسرى ذنوبي مائل ألف خادم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
وإني على الحبين دينا ومرسلا وفي الناس ثاو في الغواية غافل. فقل للذي يلحى وصالي خلتي ألا إن وصل الله هذا التخالل. فما العمر دون الحب إن عاشه الفتى وحقك إلا الغصن تذوي الهوائل. تفطن لأمر الدهر واطمح إلى غد سعيد فإن اليوم لا ريب زائل. وليس الهوى مرتاب في الوصل ربه ولكن إذا بات اليقين التواصل. صبابة عشقي جرعتني مآسيا ونجم سعودي في سما الدهر آفل. فإن كان ذنبي حب آل محمد فما أنا عن مسرى ذنوبي مائل. ألفت البرايا حيهم والذي قضى وليس لفكري عن هواهم شواغل. هم توأم الذكر الحكيم من الورى وما لي سواهم في الشداد موائل. بهم طبت إيمانا وطبت ولاية وخير ورود حيث طابت مناهل. فيا رب ثبتنا على ما هديتنا فقد طوقتنا للذنوب حبائل. وإنا ذو ذنب ونأمل في غد خلاصا وأهل البيت نعم الوسائل. فصل عليهم ما شدت في غصونها تسبحك اللهم فيهم عنادل. فصل عليهم ما شدت في غصونها تسبحك اللهم فيهم عنادل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشاعر حسين العندليب على هذه الأبيات العطرة، وسائلين من المولى العلي القدير أن يجعلها في ميزان أعماله ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مختوناً ومسروراً ويقول: الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كما تساقطت الأصنام في مكة على وجوهها وتحطمت وهتف نداء من السماء: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وخرج معه نور أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، وانكسر إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وانخمدت نار فارس التي كانت تعبد، وجفت بحيرة ساوى. قال جده عبد المطلب: ليكونن لابني هذا شأن عظيم. صلوا على محمد وآل محمد. والآن نفسح المجال للعلم والعلماء، ومع كلمة يتحفنا بها سماحة السيد أحمد الواعظ، نستقبله محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشافع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد قال الحق سبحانه في كتابه الكريم:
وإنك لعلى خلق عظيم. السلام عليكم أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الليلة الميمونة الكريمة في ذكرى مولد نبينا نبي القيم ونبي المثل والمبادئ الفاضلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم، وبذكرى مولد حبيبه وحفيده سيدنا وإمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. في هذه الليلة يسرني ويسعدني أيها الأحبة أن أقف بذكرى المولدين الكريمين. قبل هذا وذاك اسمحوا لي أن أقف هذه الوقفة عند هذه الآية الشريفة التي وصف فيها الحق سبحانه خلق النبي صلى الله عليه وآله بالعظمة والعظيم. ما هي مفردة الخلق؟ وما معنى مفردة الأخلاق؟ لأن أحوج ما يكون المسلمون اليوم أيها الأحبة أحوج ما يكون فيه إلى أخلاق صاحب هذه المناسبة صلى الله عليه وآله. أوليس قد قال صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بادئ ذي بدء، هناك علم من العلوم يصطلح عليه بعلم الأخلاق، وهناك خلاف كبير بين العلماء هل هو أشرف العلوم كافة أو من أشرفها. الصحيح أنه من أشرف العلوم. علم الأخلاق أيها الأخوة هو العلم الباحث عن الفضائل والرذائل التي يكتسبها الإنسان باختياره. يأتي علم الأخلاق يقول هذه فضيلة فتحلى بها، وهذه رذيلة فتخلى عنها. وقفة بسيطة عند علم الأخلاق. كل علم باصطلاحنا الحوزوي لابد أن يكون له مبادئ ثلاث: التعريف والموضوع والغاية. لابد أن تعرف تعريف هذا العلم وتعرف موضوعه عن ماذا يبحث وفائدته وغايته، وإلا لم تذهب إلى طلبه. لا الطبيب يذهب إلى الطبابة ولا المهندس يطلب علم الهندسة ولا عدل. علم الأخلاق يعرف بالعلم الذي يبحث عن الفضائل جمع فضيلة والرذائل جمع رذيلة التي يكتسبها الإنسان باختياره. جيب إذن موضوعها الفضائل والرذائل، تعريفه واضح، الغاية الهدف الفائدة منه شنو؟ الفائدة من هذا العلم أيها الأحبة هي التخلية والتحلية، مفردتان كلمتان فقط. فائدة علم الأخلاق هي التخلية والتحلية، بمعنى التخلية أن تتخلى عن هذه الرذائل. من يقول لك هذه رذيلة تخلى عنها، يقول لك هذه فضيلة تحلى بها. الرذائل قاموس طويل عريض، الفضائل قاموس طويل عريض. الفضائل العلم، الشجاعة، الكرم، الجود، الشجاعة، الحلم إلى آخره. الرذائل المعروفة: الحرص، الجبن، البخل، الجهل، الغيبة إلى آخره. علم الأخلاق علم ضروري. للأسف أحبتي ونحن بليلة المولد هذا، ليلة الميلاد الكريم المبارك، الأمة نشاهدها إذا ما أصيبت بحمى بسيطة هرعت إلى الأطباء.
مو بس إلى الأطباء، بعض ما يكتفي يروح مستشفى خاص، ما يكتفي يطلع سماحته وجنابه إلى بلاد برا يعمل فحوصات، جيد. لكن لما ترى نفسك أصبت بأمراض روحية معنوية، هل تحرع وتسرع إلى عالم الأخلاق؟ أوليست الأمراض الروحية والأمراض الأخلاقية أمراضاً؟ لما يرى الإنسان نفسه والعياذ بالله غضوباً دون سبب دون مبرر، هذا مرض لو مو مرض، مرض. لما يرى نفسه مثلاً غياباً يستغيب العالم، هذا مرض. يرى نفسه كذاباً، هذا مرض، هذه رذيلة. ينبغي على الأمة أن تدرك مخاطر الأمراض الروحية والمعنوية، مو فقط تسرع إلى الشفاء والطبابة إذا شعرت بآلام بطن ولا حمى ولا كذا. اليوم علم الأخلاق أيها الإخوة من أهم العلوم، من أشرف العلوم، غايته التخلية والتحلية. هسه تقول بأي دليل من أشرف العلوم، من أفضل العلوم؟ لأنه يأخذ أشرف مخلوق وهو أنت، وهو الإنسان، لأنه يأخذ أشرف مخلوق لأشرف غاية. لهذا زمن قبل الله يرحمهم كل بيت فيه كتاب مكارم الأخلاق، كل بيت، وأنا شفت كثير من البيوت، كل بيت فيه كتاب جامع السعادات للمرحوم الشيخ النراقي رحمه الله قبل مئات السنين. ضروري كتاب مكارم الأخلاق في البيت، ضروري كتاب جامع السعادات أن يكون في كل البيوت. أطالع لما أرى نفسي مثلا عندي شح، أرى نفسي مثلا عندي نميمة لا سمح الله، أرى نفسي، هذه الأمراض الأخلاقية يجب معالجتها سريعا. زين، احنا بينا بوجه السرعة فائدة علم الأخلاق وأهميته بهذه الليلة المباركة، ليلة صاحب الخلق العظيم. أما الخلق، مفردة الخلق شنو معناها؟ مفردة الخلق أيها الأخوة تعرف بالطبع، بالسجية، بالعادة، بالديدن. أضرب لك مثال، شخص قضى حياته غضوبا، ومرة واحدة صفح عن مسيء، عفى عن مذنب، أيقال له اتصف بخلق العفو؟ لا، مرة مرتين عشرة ما يصير، لابد أن يتحول الخلق إلى ملكة وإلى طبع وإلى سجية وإلى عادة وإلى ديدن، حينها يصح اتصافه بأنه صاحب الخلق الكذائي. الخلق ملكة، والملكة تعرف هي صدور الأفعال من الإنسان دون إمعان فكر أو إعمال روية، هاي تعريف الملكة، بدون ما يفكر، بدون ما يراجع نفسه، بدون ما يركز يصدر منه الفعل. ليش؟ لأن يمتلك ملكة. مثل واحد يرتجل الشعر، عنده ملكة الشعر. واحد عنده ملكة الخطابة كسيدنا مولانا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يصير حديث ونقاش وكذا فلان، يطلع بعض يقولون ما ممكن واحد يخطب أو يتكلم دون أن يذكر كلمة فيها ألف، فوقف وخطب خطبة ارتجالية سلام الله عليه دون أن يستخدم كلمة فيها ألف، عند ملكة الخطابة. مرة صار الحديث عن النقط نفس الشيء، خطب خطبة سلام الله عليه ولم يذكر كلمة واحدة في تلك الخطبة فيها نقطة. شوف خطبة بها نقط، الخاء الباء التاء نقطة، نون القاف التاء، شوف كل كلمة لابد فيها نقطة. خطب خطبة كاملة دون أن يذكر كلمة فيها نقطة، عند ملكة. الملكة يعني
صدور الفعل دون إمعاني فكر وإعمال روية. الخلق أيها الإخوة لازم أن يتحول إلى صفة وعادة وطبع وديداً حتى يقال أن فلان اتصف بالخلق الفلاني. بينا مفردة الأخلاق، مفردة الخلق قلنا بمعنى الطبع السجيل العادة الديدن. تقرأ في زيارة الجامعة عادتكم الإحسان، كمل وسجيتكم الكرم. عادة من إجا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قال له يا أمير المؤمنين، انطاق دح اللبن وشرب الإمام وهو جريح في قصة طويلة. الإمام قال له بحقي عليك إلا ما سقيته من شرابك وأطعمته من طعامك. قال له يا أمير المؤمنين أثكلنا وأثكل أمة النبي بك، على ابن ملجم المرادي عليه لعائن الله، هذا أثكل أمة النبي أنت توصينا به، تقول أطعموا من طعامكم من نفس شرابكم. قال له يا بني إنا أهل بيت لا نزداد على الإساءة إلينا إلا عفوا وتكرما. إذن كان عنده العفو وكان عنده الصفح ملكة حتى في تلك الظروف وهو يعفو عن مخطئ والمسيء. هذا خلق الإسلام. القرآن الكريم أيها الإخوة، الله عز وجل في هذه الآية يخاطب الحبيب المصطفى وإنك لعلى خلق عظيم. ما أحوج هذه الأمة في ليلة ميلاد نبيها أن تتخلق بأخلاقه. سرعة إشارات سريعة. كان صلى الله عليه وآله وسلم بساما من غير ضحك، لنتخلق بأخلاقه. ديننا دين الابتسامة، وللأسف تدخل دوائرنا في عالمنا العربي أتحدث والإسلامي، تشوف الموظف عبوسا قمطريرا، إذا تشوفه تذكر هموم الدنيا وديونك وآلامك ومصايبك من تشوفه. ابتسامة ماكو، ممنوع. في حين ديننا دين الابتسامة، عندنا في الرواية تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة. الصدقة تدفع البلاء. الناس تتصور فقط تعطي دينار للفقير، هذه صدقة. عندنا بالرواية صدقة إصلاح ذات البين، صدقة يحبها الله، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا، هاي صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة في الرواية. وأحد أنواع الصدقة، والصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما، عندنا بالرواية ترد القضاء، وقد أبرم إبراما شنو؟ تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة. النبي صلى الله عليه وآله كان بساما من غير ضحك صلى الله عليه وآله، مو ضحك وقهقها، اسمع. كان صلى الله عليه وآله، وهذه تجي في مدارات النبي، كان عندنا بعض المحاضرات أو بعض البحوث من ضمنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفنون الإدارة. كان مديرا بحق، يعرف كيف في دار الناس، يجامل الناس، يلاطف الناس، المجتمع، المسلمين، حتى أهل بيته، حتى أسرته، حتى زوجاته، حتى أقرباءه، أرحامه. فن المداراة وفن الإدارة، كان يتمتع بأعلى درجات الإدارة صلى الله عليه وآله. لاحظ نبيك صلى الله عليه وآله، تاريخ يذكر إذا أقبل إليه محدثه أنصت إليه، يعني ينصت إلى إنصات كثير، أنصت إليه وأخذ بيديه فلا يجر يده من يد الرجل أبدا، يظل ماسك إيده ويبتسم ويلتفت إليه. في فنون مداراته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا حدثه أحد أشعره بأنه أحب الناس إلى قلبه، فتشكل يتعامل ويا المحدث اللي جاي ده يحدثه ويسولف له،
يحسس أنه أقرب الناس وأحب الناس إلى قلبه. فهل تعاملنا مع الناس بهذا الخلق، بهذا اللون من أنت شوف دقة صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لحظات عينيه بين جلسائه بالسوية، فينظر إلى ذا وإلى ذا بالسوية، ينظر الهجهة والهلجهة 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 كلهم بشكل، حتى هذه النظرات يقسمها بشكل شنو؟ متساوي، حتى هالطرف لا يشعرون بقلة الاهتمام. واليوم تدخل على موظف هالكبرى في دائرة هالكبرى في بلد هالكبرى، تقول نمرود، تقول فرعون، لا يحترم الشايب ولا العجوز ولا المراجع ولا ليش؟ النبي صلى الله عليه وآله يحترم الناس، روحي له الفداء صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين في خطبة في نهج البلاغة صلوات الله عليه يمدح تواضع النبي، وفعلا كان متواضع. أنت اليوم أيها الإخوة في الصلاة تشهد له بالعبودية قبل النبوة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد له بالعبودية قبل الرسالة. العربي كان يستنكف أن يركب البغل أو البغلة أو الحمار، إلا جمل حتى فوق يكون أو فرس، وإذا ركب دابة وشاف أقرب المقربين لا يردفه خلفه، لا. أما النبي صلى الله عليه وآله كسر العادات الجاهلية. اسمع إمامك أمير أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يصف النبي، طبعا خطب عديدة يمدح الإمام أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ضمنها أروع خطبة في نهج البلاغة يقال لها خطبة القاصعة. القاصعة حفظوها لأبنائكم، من روائع خطب أمير المؤمنين. في موضع من خطبه الإمام سلام الله عليه يقول كان يركب الحمار، يريد يكسر هالعادة الجاهلية، ويردف خلفه، إذا شافهم واحد بالطريق يركبه وياه، كان يركب الحمار ويردف خلفه. ليش؟ لأن كانت عنده سياسة أمام ذلك الوضع الجاهل المقيت البائس. النبي كان عنده سياسة، احفظها، سياسة الإخلاء والإملاء. يجي إلى عادة جاهلية يشوفها سائدة بالمجتمع يفرغ المجتمع منها، يخلي المجتمع منها، ثم يستبدل تلك العادة الجاهلية بعادة إسلامية نبوية قرآنية حسنة، يسموها سياسة الإخلاء والإملاء. مثلا العرب كان يسمون أسماء قبيحة جدا جدا جدا، وأسماء حيوانات وأسماء كذا، كان يدخل الرجل يقول له ما اسمك، يقول له صعب، يقول له سميتك سهلا، بدله، يقول له ما اسمك، يقول له صخر، يقول له سميتك سمحا. ليش؟ لأن الاسم يزرع في العقل الباطن الكثير، يزرع التلقين في العقل الباطن. من اسمه صعب 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 60 سنة يقولوا له صعب، يتصعب طبعه. من يقولوا له صخر 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 60 سنة يقولوا له صخر، يتشبع العقل الباطن ويتصخر، يصير صخر. النبي يقول له سميتك سهلا، ذاك سميتك سمحا، يزرع في عقولهم هاي العادات السيئة اللي كانت عند الجاهلية. النبي شالها، فرغ المجتمع منها، استبدلها بعادات إسلامية، بعادات نبوية، سياسة الإخلاء والإملاء. مثل العرب، أضرب مثال وأمشي بسرعة، مثلا كان إذا ولد المولود طلوا رأسه بالدم. ليش؟ ما ندري، العرب عادات جاهلية. في تأريخ مولانا الإمام الحسن والحسين، راجع
الإمام الحسن بن عساكر الدمشقي، الإمام الحسين بن عساكر الدمشقي، أو مثلا فرائد السبطين في فضائل السبطين، في فضائل السبطين للجويني. شوف نور الأبصار، غيره من كتب المسلمين، أنساب الأشراف للبلاذري، الكتب اللي تعنى بالإمامين العظيمين الحسن والحسين. النبي صلى الله عليه وآله واحدة من السنن حلق شعرهما، تصدق بزنة شعرهما فضة، ومن ضمنها طلى رأسه بالخلوق، نوع مثل السدر والحنة، وكان استبدل العادة الجاهلية. كان المجتمع يعيش حياة الغابة، الثأر والانتقام ووأد البنات والجهل، وراضي بحياة الغابة رضا بعيدا. حقيقة كان جماعة أرستقراطيين يتحكمون في المجتمع في مكة، حكومة الأشراف بمصطلح اليوم، الحكومة الأرستقراطية يعني ذوي النفوذ، ذوي الجاه والمال، هم يجتمعون يقررون للأمة. إجا الإسلام جاب تلك التعاليم، جاب تلك القيم، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الأخلاق الفاضلة، روحي له الفداء. ما أحوج هذه الأمة إلى أخلاقه وإلى أخلاق حفيده مولانا أبي عبد الله الإمام الصادق. عمي تريد رزق كثير، في الرواية عندنا كنوز الأرزاق في سعة الأخلاق. تريد تكون قريبا يوم القيامة من النبي الحبيب المصطفى، في الرواية أقربكم مني، عن النبي صلى الله عليه وآله، أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. حقيقة عندنا بالرواية عليك، عن الإمام الصادق صاحب هالمناسبة أيضا، عليك بحسن الخلق فإنه يمحو الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. الشمس شلون تذوب الجليد؟ حسن الخلق يذوب الخطيئة الذنوب. وإياك وسوء الخلق فإنه يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قطرة خل خليها بالعسل يفسد. احنا في هذه الليلة نسأل الله أن يوفقنا للتأسي برسول الله والاقتداء بأخلاقه وأخلاق حفيده الصادق، بذكرى المولد الكريم، هذا المولد الإعجازي. شاءت مشيئة الله أن يكرم حبيبه ونبيه بظاهرة الغيب. راجعوا كتب السيرة، كتب السيرة، السيرة الهشامية لابن هشام، السيرة الدحلانية لأحمد زيني دحلان، سيرة أبي الفداء، السيرة الحلبية للحلبي، كتب السير ذني الأربعة الأشهر، راجعوا. الله خصه بظاهرة الغيب. ابن عباس في روايته يقول لما خلق الله آدما ونفخ فيه من روحه شع نور محمد في جبينه. النبي صلى الله عليه وآله اختصر يقول كنت خيركم فرقا ففرقا، دائما كان في الأفضل نوره يتقلب. يعني افرض انتقل النور من آدم لأمنا حواء، من حواء ما انتقل إلى قابيل العاصي، ولم ينتقل إلى هابيل المتدين، بل انتقل نوره إلى شيث الأفضل النبي العظيم. هكذا كان النبي دائما نوره في الأفضل. لا تنسى المرحوم المجلسي صاحب بحار الأنوار، وهذه عقيدتنا احنا الشيعة ما نخفيها، أجمع علماء الإمامية على إيمان آباء النبي وأمهاته. أجمع احنا عندنا، احنا مو متأثرين بالفكر الأموي إلى اليوم. مش بقال للنبي في ليلة مولده أقول إذا الاحتفال بمولده بدعة، إذا تريد تقيم مجلس عزاء لروحه صلى الله عليه وآله بدعة، إذا تزور شرك، إذا ميراث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، طلعوها عدل أو مو عدل، إذا خطبة وحديث ورواية منعوا الحديث عنه،
وإذا تريد حديث له خبر بس قال البخاري مو هالشكل. إذا تريد تقول أهل بيته اللي قال أوصيكم بأهل بيتي خيرا طلع يقول لك اللي قتلهم اجتهد فأخطأ. بلش بقيته من النبي إذا آثاره كلها محيت الحديث عنه منع إلى زمن عمر بن عبد العزيز 9 عقود 90 سنة منعت الحديث عن النبي وحرمتم الأمة من تراثه. أمة مسكينة حقيقة تأثرت بالدنانير الأموية بالدراهم الحرام اللي بذلها بنو أمية لتشويه معالم الرسالة لتفريغ الدين الإسلامي من محتواه لأن إجوا لبسوا عباءة الدين بني أمية وظلوا ينخرون بالإسلام من داخله. تلاحظ شلون؟ ما أرد أتوقف عند هالمعنى. المهم هذا النور الإلهي طبعا مثلنا كثيرين أخذ التلمساني الشعراني الشبلنجي صاحب نور الأبصار البرزنجي عندك أحمد زيني دحلان صاحب السيرة صاحب كتاب أسنى المناقب في إيمان أبي طالب التلمساني كثير من علماء الأمة السيوطي هذولا يذهبون إلى ما نذهب إليه أن آباءه وأمهاته من لدن آدم وحواء كلهم موحدون وموحدات مؤمنون ومؤمنات ولهذا تقرأ بالزيارة وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هذا النور الإلهي اللي تقرأ عن آبائه الكرام هاشم الجد الأعلى للنبي ما مر كتب السير اعطيتك المصادر ما مر برهبان أو كاهن إلا فانحنى وقبل يده حتى هرق الملك الروم شوف السيرة الدحلانية وغيرها كتب إليه ملك الروم صاحب حضارة ألوف السنين يكتب لأعرابي بدوي في مكة ليش؟ طمعا بنور النبي اللي كان يسطع في جبين هاشم كتب إليه أما بعد فقد بلغني جودك وكرمك وإن لي ابن لم تلد النساء أجمل منها فإذا بلغك كتابي آذى فعجل إلي لأزوجك منها. شي سوي هرق الملك الروم برجل أعرابي يريد يظفر بنور المصطفى اللي كان في جبين هاشم وتزوج منها فاطمة النجارية بالمدينة وانتقل النور إليها ولدت سيدنا عبد المطلب وانتقل النور إليه نور المصطفى اللي تقرأ في زيارة عبد المطلب السلام عليك يا من سجد له حمود الفيل فيل أبرهة عظيم وشامخ وجلس أبرهة على الفيل كنوع من ترهيب لعبد المطلب. سيدنا عبد المطلب لما دخل سجد الفيل بين يديه اللي تقرأ السلام عليك يا من سجد له حمود الفيل يا من أهلك الله بدعائه أصحاب الفيل في موضع آخر. نور النبي المصطفى في عبد الله والد النبي كلمة أخيرة اللي في الرواية ما جلس على دقعاء أرض عبد الله والد المصطفى أو سهلها إلا سمع مناديا يا حامل نور محمد ولا جلس عند شجرة يابسة إلا اخضرت وأورقت وأثمرت ببركة نور رسول الله. نعم هذا الإعجاز وهاي الميتافيزيقية وهذا الغيب اللي خصه الله لحبيبه. تسمع 14 شرفة سقطت من طاق كسرى هي طاق كسرى اللي هسه موجود رغم الحروب والزلازل والتتر والمغول وحرق بغداد وسيول بغداد ليه هسه موجود قبل 1488 سنة مثل اليوم
بالضبط يمر من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله 1488 سنة. يعني يوم ذاك كان طاق كسرى فولاذيا حديديا، يوم ذاك سقطت بليلة المولد 14 شرفة من طاق كسرى. بسرعة بدقيقة ركز وياي، ما بقى ملك من ملوك الدنيا إلا وأصبح محزونا، يصيح الكهنة والسهرة والكذا والعلماء ما يدريش بيه، وما بقى تاج من تيجان الملوك إلا وسقط من على رؤوسها ملوك الدنيا، ولا بقى صنم إلا وكبى على وجهه، وخمدت نيران المجوس وغاضت بحيرة ساوى وفاضت بحيرة السماوة، ومثل الليلة أو مثل أمس ليلة المولد سمع أهل مكة مناديا بين السماء والأرض قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. محمد المبعوث من آل هاشم وخاتم رسل الله وهو المعظم، بمولده غاضت بحيرة ساوة وإيوان كسرى راح وهو مهدم، ترقى إلى السبع السماوات صاعدا وبارئه يدنيه برا ويكرم، وصلى عليه الله في ملكوته وقال لنا صلوا عليه وسلموا. والسلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نشكر سماحة السيد أحمد الواعظ على هذه الكلمات النيرة، وسائلين من المولى العلي القدير أن يجعلها في ميزان أعماله ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. قاتلت نفسي في هواك فلم أدع، للنفس من لذاتها إلا الجزع. قاتلت نفسي في هواك فلم أدع، للنفس من لذاتها إلا الجزع. أخبرت من قالوا بأني شاعر إن الهوى لو حل في الصخر صدع، إن الهوى لو حل في بحر سجى، وأنا مشيج من تراب مصطنع. ما أنطقتني في الهوى ليلى ولا خمرية الوجنات شيمتها الدلع، ما أنطقتني في الهوى ليلى ولا خمرية الوجنات شيمتها الدلع، لكنه حفيد المصطفى الذي أنا كنت نثرا في هواه فاجتمع. لله وجه في الظلام مشعشع، والبدر يحلو في الظلام إذا طلع. لله وجه في الظلام مشعشع، والبدر يحلو في الظلام إذا طلع. جل الإله بخلقه ماذا برى، فكأن طه في محاسنه اضطجع. لله وجه في الظلام مشعشع، والبدر يحلو في الظلام إذا طلع. جل الإله بخلقه ماذا برى، فكأن طه في محاسنه اضطجع. نور تبلج كالصباح ونطقه بمزيج طه والوصي إذ اندلع، والليل سرح في صفاتك غيهبا حتى تلجلج في مديحك وانقطع. فلذا تنادى الناظرون لحسنه، جل الصنيع وجل ربي ما صنع، جل الصنيع وجل ربي ما صنع. صلوا على محمد وآل محمد. الآن وقفة مع البراعم الصقار، عبارة عن مسابقة مصقرة. سؤال، من يقدر يذكر لي 14 معصوم عليهم السلام؟ يتفضل. النبي محمد، فاطمة الزهراء، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين،
الإمام زين العابدين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق، الإمام موسى الكاظم، الإمام علي رضا، الإمام محمد جواد، الإمام علي الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام المهدي. أحسنت، صلوا على محمد وآل محمد. تفضل استلم الجائزة من سماحة الشيخ. السؤال الثاني، من يقدر يذكر لي اسم أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسم أمه؟ تفضل. أنا لازم أرفعك عشان أنا عبد الله. عبد الله. عبد الله وأمنة. أحسنت. تفضل استلم الجائزة من سماحة الشيخ. صلوا على محمد وآل محمد. الآن مع المدائح المحمدية العطرة ومع الرادود الحسيني ملا قحطان البديري نستقبله محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المشايخ السادة الأجلاء، أبائي أخواني، أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الليلة المباركة، ولادة رسول الإنسانية وولادة من نفتخر بالانتماء إلى ذلك المذهب وتلك المدرسة، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، سائلا المولى عز وجل في هذه الليالي وببركة هذه الليالي أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قلبي بكم يا قلبي بكم يا آل طه مغرم، وبحبكم أنا ذائب، أنا ذائب ومتيم، وبحبكم أنا فإذا وقفت بمدحكم أترنم، صلى الجميع على النبي، على النبي وسلم. لا تلوموني على هذا الهوى، فبه عقلي وقلبي اتفق، هو طيب الفجر بالضوء انطوى، هو ذاك الحزن في وجه الغسق، فوق عرش القلب بالحق استوى، نبض قلبي عاشقا في خفق، أمطر الصدق به الكون ارتوى، أحمد الخير وبالحب نطق، احتوى بالوصف ما قد احتوى، عذت من عيني برب للفلق، عرش كسرى حينما جاء هوى، مزق الحق ومن ثم غرق، لك يا أحمد أبيات الهوى، لك والباب على الوصف.
الله يبارك بكم إن شاء الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، كل احنا بصوت واحد يا رسول الله، ما شاء الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، وضياء يحتضن الدنيا، قد عم الأرجاء، قد عم الأرجاء من كلمات الله العليا، جاء محمد جاء، جاء محمد جاء، جاء ونصر الله في يديه. يا مؤمنين صلوا صلوا عليه صلوات. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله. يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، ما شاء الله، يا حبيب الله. ولنورك أوحى من صور من قبل الإنشاء، من قبل الإنشاء، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء، بين يديك تجلى أبا الجنات، نور النبوة أحلى أحلى الصلاة. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا اخرنا السيد، سيدنا تفضلوا في الدعاء اروح لكم. الله يبارك بيكم، الله يسلمكم وافرح دائما ان شاء الله عليكم. هناك تساؤل، تساؤل الى البعض، سيطرح من خلال هذه المقطوعة. سيدي عندي سؤال، اسمح لي بي ولو ما أدري إلي الحق مو إلي، بكل شي حبك هذا عندي شي أكيد، شوق ويا الدم قديم وأزلي، حاشا ما عندي أبد أي اعتراض،
بس سؤالي بجواب العادل، ليش حيدر يا رسول الله، ليش حيدر مقترن ويا كل شبيك، او حتى بنفاسك حتى بنفاسك اشم ريحه علي. وبعد أقلهم بكل شي متفقين، حيدر الرسول أجل الله السامعين وأجل الله المكان، اللي يعترض مولاي على قلته غبي، حتى بالنوم علي طالع عليك، ولذلك كان بفراشك نبي. يا علي اذكر اول بعثتك من عيروك، قالوا اللي تابعه واحد صبي وبطل ربيته وكبر ما بين ايديك، يا عمي تالي عرفه شنه معنى شنه معنى الطالب صلوات. خادمكم 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 كل شي متفقين، حيدر والرسول اللي يعترض مولاي هذا ناصبي، حتى بالنوم علي طالع عليك عليك، ولذلك كان بفراشك نبي. أذكر أول بعثتك من عيروك، قالوا اللي تابع واحد صبي بطل بطل ربيته وكبر ما بين ايديك، بطل ربيته وكبر ما بين ايديك، تالي عرفوا شنه معنى معنى الطالب. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. ولصادق أهل البيت نرفع الأيادي ونقول يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت، يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت، يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت، يا سيد ما شاء الله، يا سيدي يا صادق أهل البيت، يا سليل النبي حلمك، يا وريث العترة علمك، صحنا علي ما يفهمك، هذا جعفر هذا اي والله انت سيد هالمذاهب، شفك المظهر عجائب، مالك الحق والمناقب، هذا جعفر هذا اي يا سيدي يا سيدي باسمك مجد خطيت، يا سيدي يا سيدي يا صادق احكي احكي، يا سيدي يا سيد يا صادق يا صادق اهل البيت، يا سيدي يا سيدي يا صادق اسمع اسمع، زاهد وعالم وعابد بالعلم صولة مجاهد، هازم أفكار المعاند، هذا جعفر هذا فقه ودروس وخطابة، مسجد الكوفة وترابة يشهد ونسمع جوابه، هذا جعفر هذا جعفر
يا سيدي يا سيدي يا الأسست وبنيت يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيد فدوى روح لك يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل مرجع أصناف العقيدة مرجع أصناف العقيدة حدود إدراك بعيدة القلم كالسيف بيده هذا جعفر شوية على هذا جعفر ما شاء الله صهوته بعلوم فارس أسس بعهد المدارس سألوا وقال المنافس هذا جعفر يا سيدي يا سيدي جم معضل الحليت يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت اسمع لسه باسمك هالهوية ونبقى الأيام المنية عمي هيبة اسم الجعفرية والله هيبة اسم الجعفرية هذا جعفر باكر بيوم القيامة ينحشر كل من بمامة واحنا موكبنا الأمامة هذا جعفر هذا يا سيدي يا سيدي الآخر نفس ناديت يا سيدي يا صادق أهل البيت صلوا على محمد وآل محمد وسأختم بهذا الموال دنياك يا صاحب ما ينعرف حالها جارت ويهل المجد ما حد نحر حالها دار الخراب الذي ياهو بسلم حلها وان كان ما تمتلك كل قوة ضدها وحال وحال والله التزم منهج علي يا علي يا علي يا علي التزم منهج علي وياك وقتك حال والله لو صابتك مشكلة وما حصلت لك لو 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 صابتك مشكلة وما حصلت لك حل بس قول يا أبا الحسن والله بس قول يا أبا الحسن رمشة جفين رمشة جفين حلها صلى على محمد وعلى جمار حبك علي لا موسى عف كربلة ويزيح ضيم القلب كل ما حوى كربلة وابنك دعوه الكفر يخضع لهم كربلة مو حقنا منك صدى ممشى بضريح نجف ودموعنا اتباشرت هيهات لا ما نجف والله لو 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 ينقطع خط كربلاء ونجف بالقلب يا عمي بالقلب خط يشتغل يصرخ نجف يصرخ نجف كربلاء صلوات ما
جاب فدوى. جمار حبك علي لا موسى عفكر بلوي زيح ضيم القلب كل ما حوى. يا علي كربلاء ابنك دعوه الكفر يخضع لهم. كربلاء مو حقنا منك صدم امشى بضريح نجف ودموعنا تباشرت هيهات لا ما نجف. والله لا لا والله لا ينقطع خط كربلاء ونجف بالقلب خط يشتغل يصرخ نجف كربلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الرادود الحسيني واللقحطان البذيري على هذه المدائح المحمدية العطرة، وسائلين من المولى العلي القدير أن يجعلها في ميزان أعماله ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حب علي بن أبي طالب عليه السلام يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. فلا بأس أن نذكر أمير المؤمنين عليه السلام بهذه القصيدة: أبو الحسنين ناب فم المنايا، أبو الحسنين ناب فم المنايا، إذا الأعداء ورطها اللقاء سنحنح ليلها الذي لا ينام الليل، سنحنح ليلها ولظى وغاها ومن له هام علياها وطاء من المختار والمختار منه هما لب ومن شئت اللحاء. تعيه المصطفى روحا وجسما إذا لم يسم والدك الدعاء، علي الوحي والآيات طرا وإنهم علي حيث جاءوا. ولولا المرتضى لم يأت وحي، ومن للغيث إن عدم الوعاء. جميع الخلق من رمل بداها، وغير الرمل ليس لها انتهاء. وحيدر قط ينمى حين ينمى، لنور للإله له انتماء، لنور للإله له انتماء. صلوا على محمد وآل محمد. والآن عودة مع المدائح المحمدية العطرة ومع الرادود الحسيني صاحب الصوت الرقراق ملا أحمد يوسف، نستقبله مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بآل محمد، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. أسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب. صلوات ولا سيما ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، كأن السنان ذابله ضمير
فليس عن القلوب له ذهاب. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. علي ذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. صلوات مشتاق العيون إلك يا الهادي يا الهادي، مشتاق العيون إلك يا الهادي يا الهادي، ونبضات القلوب حبيبي تنادي تنادي. يا المولدك نور لعيوني، رسمك حلم شال تجفوني. يا المولدك نور لعيوني، رسمك حلم شال تجفوني. نبضات القلوب حبيبي تنادي تنادي، مشتاق العيون إلك يا الهادي يا الهادي، مشتاق العيون إلك يا ونبضات القلوب حبيبي تنادي تنادي. يا المولدك نور لعيوني، رسمك حلم شال تجفوني. يا المولدك نور لعيوني، رسمك حلم شال تجفوني. ونبضات القلوب حبيبي تنادي صوب المدينة القلب راح بحنينة، وينادي مشتاق إلك طه نبينا طه نبينا. يا الهادي عمري إلك طشيت زينة طشيت زينة. يا المولدك نور وبقى يضوي المدينة يضوي المدينة. ما بين العيون شلت أنواره أنواره، وبحسن آيات بقت محتارة محتارة. يا المولدك نور لعيوني، رسمك حلم شال تجفوني. ونبضات القلوب حبيبي تنادي تنادي، نبضات القلوب نبضات القلوب يا الهادي وعيوني إلك تبعث تهاني، ويروحي شلتك بفرح وأجمل أماني. يا مالك إحساسي يا شوقي وكياني، ما بين ضلوعي كبر حبي حنيني. ما بين العيون شلت أنواره أنواره، وبحسن آيات بقت محتاره محتاره. يا المولدك نور لعيوني، رسمك حلم شال تجفوني. نبضات القلوب حبيبي تنادي بعد سمعني، نبضات القلوب حبيب يا الساكن بعيني حبك سعادة،
كنت انت القمر على شوقي وداده، كل عاشق لي واليك ياخذ مراده، وهني حيدر علي بهاي الولاده، ويهني حيدر علي بهاي الولاده، يم علي الكرار فرح ودينا ودينا، وبمولده ورود فرح طشينا طشينا، يا المولدك نور لعيوني، رسمك حلم شال تجفوني، مشتاق العيون إليك يا الهادي. صلوات ثانيا رحم الله والديك، ثالثا على محبة النبي محمد بأعلى أصواتكم، علينا علينا عشقنا والفرح واجب، علينا علينا عشقنا والفرح واجب، علينا وطيور بالهوى العالي، علينا المحب من يذكر اسم اسم، علينا نصلع للنبي سيد البرية. صلوات شدات خاتم النور، علينا علينا عشقنا والفرح واجب، بعد سمعني واجب، طيور بالهوى العالي، علينا المحب من يذكر اسم كأنك نايم، المحب من يذكر اسم، علينا نصلي على النبي سيد البرية. صلوات علي ننخاك يوم تصير شدات شدات، علي ننخاك شدات، وشي علوك شباكك شدات شدات، هاك انظر جروح القلب شدات شدات، حنين وشوق يا حماي الحمية. صلوات عون القصد حيدر وزار وزار وزار، يخفف من على ظهري وزارة، إلى نزلت من الباري
وزاره وزاره والنبي بلق وخانت هالرعية صلوات. وزار وزار عان القصة حيدار وزار يخفف من على من الباري وزاره والنبي بلاق وخانتها الرعية صلوات. من يا مدرسة يقولون تخرجتوا يحجون من يا مدرسة يقولون تخرجت وخذيت الكاس هي مدرسة حيدر مفتوح على كل الناس معلمها علي الأكبر مدير المدرسة العباس واللي ينجح يصبح عاشوري واللي ينجح يصبح مستشفى اختصاص خادم خادم من حبيبي خادم من يا مدرسة يقولون تخرجتوا وخذيتوا الكاس هي مدرسة حيدر مفتوحة على كل الناس معلمها علي الأكبر مدير المدرسة مدير المدرسة والينجح والينجح يصبح عاشوري مستشفى اختصاص حسين دق للناس ما محتاج وصفة صيدلية ولا قرطاس ما دام العليل دكتور هل العباس ها ها وبخزرة عيني داويها وبخزرة حيدر إمامي والله أحبه حيدر إمامي واللي يلوم اللي يلوم أريد أبعث سلامي للنجف هاليوم يا علي حيدر إمامي واللي يلوم اللي يلوم أريد أبعث سلامي للنجف هاليوم أنهجن روحي حمامة الضريحة تحوم الضريحة تحوم مشتاقة وتريد تروينا يا علي يا علي يا علي صلوات هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي يا
سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي ما شاء الله يا سيدي يا صادق أهل البيت يا سيدي يا سيدي. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.